الطالبات الغاليات، واجبكن المنزلي أن تلخصن هذا الدرس على برنامج الوورد وتطبعنه. أراكن غدا. الحمد لله، كتبت ملخص الدرس على الورقة، تبقى علي كتابته على الوورد. لا، ما هذا؟ ماذا حصل؟ يا إلهي، كلما شغلت برنامج الوورد تظهر هذه الرسالة. يبدو أن هناك مشكلة بالبرنامج ولا يمكنني تشغيله. كيف يمكنني الآن عمل الواجب؟ ستطلب مني معلمتي كثيرا. سأبحث في جوجل عن طريقة لإصلاح الوورد بسرعة، فليس لدي وقت. وجدت الحل أخيرا. يوبي، هناك برامج مجانية أونلاين نستطيع أن نعمل عليها ملفاتنا ونتشاركها مع غيرنا. هناك برامج لمعالجة النصوص شبيهة بالوورد، وبرامج لعمل العروض التقديمية شبيهة بالباوربوينت، وبرامج لعمل الجداول الحسابية شبيهة بالإكسل، وغير ذلك الكثير والكثير. إذا تعرضت لمشكلة في برنامج معين، ابحثي دوما عن الحلول والبدائل، وستجدين الكثير من المتعة في عالم الإنترنت.